السلام عليكم حبايبي أحباب جدة داخل السور. اليوم عندنا فيديو جميل إن شاء الله جدا، في مجموعة من الصور. الصور الحقيقة دي أنا موجودة عندي متفرقة، صور أصلية ولكنها ما هي موثقة مثل هذه. هذه موثقة من دارة الملك عبد العزيز، حكومية ومظبطة، وهي نزلت في كتاب أعتقد موجود في جرير. أعتقد الصور اللي فيها جيدة وحلوة وكل شيء. الكتاب شامل طبعا على المملكة العربية السعودية، جدة وينبع والرياض والخرج ومجموعة كبيرة من المدن، وفيها صور للقطار القديم سكة حديد الحجاز. جميل جدا، أنا حصلته في مكتبة جرير وقالوا لي هذه آخر نسخة وإحنا مخلينا ما نبغى نبيعها، لكن للناس اللي يجوا جرير عندهم، خاصة المركز الرئيسي اللي في صاري عندهم مكان للقراءة. اللي يحب يروح هناك في كتاب يبغاه ياخده، ممكن ياخده ويجلس يقرأ فيه على كيفه، ساعة اثنين ثلاثة طالما المحل مفتوح تقدر تستمتع من فيه وكل شيء. وأحيانا تكون الكتب متواجدة وتقدر تشتريها. الحقيقة أنا الصور اللي عندي صور قديمة جمعتها من مصادر عدة، من ده وعندي صور مفردة، لكن هذه جميلة موثقة محطوطة وفي صيغة PDF وجميلة جدا، وبصيغة وورد كمان، ما هي PDF معلش سامحوني. هذه الفيديو عن جدة، الصور اللي فيها ما بين عام 1800 وعام 1900. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طبعا هذا الكلام بيتكلم احنا داخل السور، ما هو يعني الصور داخل السور ان شاء الله. هذه طبعا الصورة المشهورة اللي في منطقة حارة الشام شمال، هي نقدر نقول عنها غرب ولكنها مايلة شوية للشمال، وهي من أجمل الواجهات في مدينة جدة، فيها بيوت عريقة وجميلة جدا جدا. هذا السور الجميل في المنطقة هذيك، وهذا الباب يسموه باب البحارة أو باب صريف أو باب الشريف، اتحورت الأسماء على كل على كيفه. هو الباب الصغير هذا في قلب حارة الشام، مواجه لبيت خشعان. بيت خشعان موجود إلى الآن، هذا هو البيت، هذا بيت خشعان. طبعا عم عبد الله خشعان لما جاء سكن فيه بعد ما راح بيته في الهدد في توسعة الشارع الذهب، جاء هنا وغير معالم البيت هذه. شوف هذا البيت قديم جدا، حتى الرواشين اللي فيه من التحف القديمة. ترى المعلوماتكم بعد عام 1880 اتغيرت نظام الرواشين في مدينة جدة، أزاحوا القديمة وهي مكلفة وجميلة جدا جدا، وإن شاء الله نبين نموذج منها. معظم الصور اللي موجودة هنا في عام 1880 بداية عام 1900 اتغيرت الرواشين فيها، وإنما هذه الرواشين كلها دي من النوع الجميل. إن شاء الله نجيب صورة مقربة للعملية للرواشين هذه. هذا بيت واحد من الأشراف، وهذا البيت برضو تابع للأشراف. هذه البيوت كلها انهدمت، هذا وهذا وهذا، خلوها مواقف سيارات قدام فندق البحر الأحمر. هذا البيت بيت خشعان موجود إلى الآن، وهذا بيت الشيخ محمد الطويل مدير جمارك مدينة جدة. هذا بكبره، هذا المكان أنا سكنت فيه أنا وعائلة الشيخ محمد ياسين قرشي، والد الدكتور نبيل قرشي. هذا البيت بيت السقاف، شراكة، أعتقد إنهم شراكة سقاف زين هذا البيت. هذا البيت بيتين، ما هو بيت واحد. واحد بيت لعائلة التلمساني وسكنت فيه، أعتقد إنه بلجيكا سكنت فيه فترة. وهذا البيت اللي هو الشهير في مدينة جدة بيت فرنسا، أنا لحقته طبعا. هذا البيت، البيوت هذه كلها أنا لحقتها ما عدا طبعا هذه لما انهدت. احنا على اخر يعني على يمكن طشاش احنا كنا نعرف، حتى السور ما لحقناها احنا. هذا السور المنطقه دي اللي هذه المنطقه اللي استصلحت وبني، هذه المنطقه بنى فيها الامير عبد الله، هذه كلها صارت لآل فيصل. منها فندق البحر الاحمر، وبعدين صارت الفيصليه هنا في المنطقه هذه، أو بالأحرى المنتزه كان هنا في المنطقة هذه، وبعدين هنا الأمير منصور كان عنده مجموعة تجارية، بعده تجي السفارة الإنجليزية أخذت مساحة كبيرة، ملاعب تنس وكنا نتفرج فيها السينما،
ومكتب السفارة وبيت السفير وبيت الأعضاء حقون السفارة، ودوا ركن صغير للسفارة الباكستانية بعد ما أخذت استقلالها. أعتقد تكلمنا كويس عن المنطقة هذه. في الخلفية هنا البيت الكبير هذا اشترى الشيخ إسماعيل أبو داود وبنى فيه شركته اللي هي شركة أبو داود في حارة الشام. المنطقة تغيرت الآن وأصبحت من أغلى العقارات. وأنا ليش قلت لها موثقة؟ لأنه مكتوب عليها المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين، وهذا هو اسم الكتاب. وأنا أرسلت نسخة من الكتاب هذا، لكن يعني نسخة ركيكة بالحقيقة، اللي يبغاها أنا أديله، هي موجودة عندي. هذا هو بيقول: سور مدينة المدينة البحري، قنصلية فرنسا والمركز البرقي لهم العسكرية الفرنسية في مدينة جدة عام 1336 1917. يعني توثيق جيد للصورة هذه. الصورة الثانية هذه طبعا السور من ناحية الشرق، وهذه المنطقة مبركة الجمال في على جنوب بوابة مكة المكرمة، على جنوب البوابة. وتقدر تلاحظ تشوف هنا هذه القبة حقت مدرسة الفلاح والبيوت اللي حوالينا. ما أقدر أقول أكثر من كده. هذه المنطقة طبعا معروفة اللي هي فيها هنا بيوت أبو زنادة، بيوت با صفار القيع حقتهم، بيوت الراجخان، مجموعة من أنا سيدي كان في المنطقة دي عنده طاحون سيدي محمد علي. أول ما جابوا بيت أبو زنادة الكهرباء سوى طاحونة هنا ب3 مكاين في المكان هذا. لحق طاطشاش كده لسه، كانوا حتى في العبيد كان عنده واحد من الموالي اسمه تحسين، كان راجل ضخم وقوي قوي قوي مرة واحدة، يشيل الكيس كأنه بيشيل كيس بلاستيك. هذه الصورة موثقة. الصورة الشرقية قرب باب مكة مدينة جدة عام 1917. توثيق جيد جدا يعني الحقيقة. الحقيقة أنا كررتها، أنا أرسلتها طبعا ملف، ولكن كثير ناس قالوا لي وثقها وتكلم في عنها. هذا طبعا باب المدينة اللي في وسط حارة الشام في من ناحية الشمال، وطبعا كان بوابة جميلة. ولكن في عام 37 بدأت السيارات تزدحم في مدينة جدة، وصار الصعيب الدخول والخروج من البوابة هذه. فقرر الملك عبد العزيز، طبعا هو دخل في 25 تقريبا على جدة. هذا البيت اللي في الخلف هنا اسمه الخزنة، كنا نسميه الخزنة، هو دار الحكومة، هو من أول أيام الدولة العثمانية، وتشوف العلم مرفوع عليه. هنا هذا البيت بيت عبد الباسط باجنيد اللي في باب جديد، طبعا تغير شكله. هذا جددته السفارة الهولندية، وهذا العلم حق هولندا عليه المشهور. برضه المملكة العربية السعودية، باب المدينة المنورة مدينة جدة عام 1917. وهذه الصورة من فوق السفارة الفرنسية، من سطحها صورها، صور الصورة متجهة إلى شمال شرق، متجهة إلى شمال شرق. طبعا في الصورة باينة معالم كثير من البيوت اللي موجودة هنا، على رأسها منارة الحنفي من بعيد، منارة لؤلؤة من بعيد، وأعتقد هنا في منارة كمان صغيرة حقت اسمها زاوية الخضر، أعتقد إنها موجودة هنا. صار النظر صار شيش بيش الحمد لله. رأس المنارة باين هنا اهو، شوفوا هذه المنطقة. هذه طبعا الأملاك كلها اللي تشوفوها دي، هذه من أملاك المسجد، هذا المسجد اللي يقولوا له مسجد الخضر. وكانت آخر السلالة عايشة في البيت هذا، آخر السلالة اللي هي صارت الناظرة حقته أو المالكة له. صورة لمدينة جدة من شرف القنصلية الفرنسية مدينة جدة عام 1917. أعتقد في هذه المجموعة في صور أقدم من 17. هذه الصورة طبعا هذا ملعبنا، هذا المكان اللي أنا كنت ألعب فيه، حارة الشام، فرحة فرنسا، أي شيء تقدر تقوله كله صح. هذه هنا الركن هذا اشتراه الموقع، اشتراه إسماعيل أبو داود الله يرحمه رحمة واسعة. كانت أجمل طراوة في المكان هذا، تجلس يجيك الهواء جاي من البحر ومن كده شمال شمال غرب يجي. هذه هي برحة فرنسا. هذه الصورة من هنا مأخوذة من الغرب على الشرق.
طبعا هذا البيت، هذا المشغل حق عم عبد الله قريزح الله يرحمه، وهذا المكان الخياطة، هنا المشغل حقه للتنجيد، منجد هو كان. كان لبس بيوت العرايس معظمها، البيت كله كان ما أدري هو ملكيته، لا هو في البيوت هذه كلها باعشين، كلها باعشين ما عدا هذا. من هنا يوقف الطويل، ومن هنا إلى هنا باعشين. هذا كله، هذا البيت سكن فيه الأستاذ محمد بشير داغستاني وعائلته، وابن عمه عم مصطفى، عم منصور، منصور داغستاني أو المشهور بمنصور العاقل، كان يشتغل في المينا، راجل أبهة جميل جدا جدا، أبيض أشقر. وعم بشير داغستاني كان الأستاذ بشير معروف، وهذا المقعد حقه كان عامر دائما بالناس الطيبين الفنانين الاتحادية والأهلاوية، وكان يجي باجراد اللي هو غازي علي دائما يجي يسهر عنده هنا ويجلس. هذا البيت في فاصل بينه وبين هذا، وهذا في بيت أصحابنا سكنوا فيه. البيت اللي بعده كان ساكن فيه عم صالح صلاح القحطاني، وهو والد كل من ياسين ويوسف ويونس وإسماعيل وعدنان وإبراهيم وصلاح الله يرحمه، كانوا ساكنين هنا. والمعروف إنه البيت هذا كان يجي فيه الأمير عبد الله الفيصل يزاور الناس هذول دائما كان يجي. هذا البيت كان فيه المرحوم ياسين صالح صلاح الشهير بصالح صلاح، اللي هو كان أول حارس مرمى للنادي الأهلي في شهرته، وكان حارس مرمى للمنتخب. البيت اللي بعده هذا سكن فيه الأسطى محمد أبو طالب الله يرحمه، وأبناءه كمال وحسن وعز الدين وعصام، وابن عمتهم كمان المرحوم الخنبشي أحمد خنبشي الله يرحمهم جميعا. البيت من البيوت العريقة الجميلة في مدينة جدة. أما الموقع هذا، هذا واقي إلى الآن، هذا في أملاك ناس خارج المملكة، رباط يقولوا له رباط البهرة، وهي طائفة هندية مسلمة لكنهم أقرب إلى الشيعة، أعتقد أنهم أقرب إلى الشيعة هم، يعني طريقتهم في اسمهم رباط البهرة. وهو شارع عقار على 4 شوارع، على 4 شوارع العقار، وموجود إلى الآن، جددوه وعملوا رواشين حديثة من الخشب المهاجوني، ومحافظ عليه وعائداته قوية جدا جدا، وما زال اسمه رباط البهرة. هذا اللي أقدر أتكلم عنه كثير، أني أعرف الحارة دي مظبوط معروف، شباب مو شبابي، طفولتي كلها في هذا المكان، أن الشارع المواجه للقنصلية الفرنسية مدينة جدة عام 1917. هذا دار الحكومة اللي تكلمنا عنه قبل شوية، مبنى جميل عريق، هم أزالوه مرة واحدة ونقلوا الباب. الباب هنا المفروض يكون قدامه هنا في المكان هذا كده، يعني في طرف في على الناحية الثانية من الشارع، شالوا هم الباب وحطوه هنا في الموقع هذا. أنا ما عجبتني الفكرة بصراحة. خلف البيوت هذه، البيوت هذه شوف بيوت البترجي، بيت الأفندي بناجي، أعتقد إنه حنجيب الصور هذه بعدين. يقول لك مقر الحكومة وبوابتها العثمانية، التصميم مدينة جدة عام 1917. هذا البيت العريق اللي ظهر في كل مجلات العالم اللي جات على جدة وعجبوا به، برضو بيت على 4، بيت عبارة تعتبر عن كومبلكس، شوف كم بوابة فيه، 1 2 3 4، وهنا 1 5، ومن الخلف برضو عوائل عريقة سكنت في البيت نفس الحجم هذا، كل جهة كل باب هذا يعتبر يعني زي ما تقول عمارة بأكملها، فيها دور دورين 3 أدوار. فالبيت جميل جدا جدا، وهو في ملكية الأفندي باناجا، والأفندي باناجا معروف ملكية تقريبا ثلث جدا ملكي في ملكيته. وهو عمل في نفس الموقع هذا، عمل رباط للولاية في أحسن مواقع على الشارع. إذا ما ظهر في الصور هذه إن شاء الله يعني نتكلم عنه في فرصة أخرى. هذا البيت اللي تكلمت عنه ملكية الشيخ محمد الطويل،
اللي كان مدير جمارك جدة، وكان في أيام الأشراف ومن أيام الأتراك كمان، مو بس من أيام الأشراف. أشراف ما جلسوا كثير، أشراف جلسوا 10 سنين، من 16 إلى 6 إلى 25، 9 سنين. هذا البيت في ملكيته، وتشوف زي ما قلت لكم الطراز، طراز الرواشين القديم اللي هو عام 1800، رواشين جميلة جدا جدا. بعدين استبدلت بالرواشين الحديثة، أعتقد أنه اللي قدروا يسووها في ذاك الوقت ماتوا وانقرضوا أكيد. البيت هذا أنا سكنت فيه برضو سنة واحدة تقريبا، ولد فيه واحد من أخواني المرحوم عصام رحمة الله عليه. كان هذه العيادة حقت الدكتور ياسين قرشي، هذا المقعد التابع كان ليوسف الطويل. هذا بيت سكنوا فيه عائلة كبيرة، عائلة الزبيدي، هم أرحام تكلمنا عنهم، أرحام عم محمد حسن ظريف الله يرحمه، أحمد ناصر وبنته كانت هنا برضه، توفت الله يرحمها السيدة غالية، ما أدري الغالية توفت ولا موجودة، أحمد ناصر توفى رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا البيت كله كان الشيخ محمد الطويل وابنه يوسف هنا موجود، وبناته كلهم كانوا موجودين في البيت هذا. وكان هذا المقعد حقه، هذا ديوان كبير كانوا يجوا فيه الوزراء والأمراء، والملك سعود جاء هنا يعني، والرجل هذا اللي خرجوا في جنازته يمكن جدة بأكملها خرجت في جنازته، هذا تابع للمقعد. هنا الدكتور ياسين قرشي كان ساكن، أبو الدكتور نبيل قرشي. إحنا سكننا في الدور هذا، وفي ناس سكنوا في الدور هذا، والله ماني فاكره، إنما ناس إحنا سكننا في الدور هذا، دور جميل جدا جدا، وهو فيه يلعب لعب. هذا بيت الشيخ محمد، لكن في الحقيقة هذا البيت اشتهر بأنه السفارة الإيرانية في فترة من الفترات، شايفين العلم البندرة يقولوا لها ورساريا حقة العلم هي هذه، ومكتوب موثق جهة واجهة القنصلية الإيرانية مدينة جدة عام 1917. شوف العلم الإيراني هنا، أول الطاسة حقتهم هنا. هذا بيت فرنسا العريق اللي تكلمنا عنه، وهو في ملكية آل سقاف وآل زينة، جلسوا فترة طويلة هذا البيت فرنسا. وهذا المبنى اللي قلت لكم عليه اشتراه خرابة الشيخ إسماعيل أبو داود، وبنى عمارة أعتقد دورين، دحين صارت عمارة كبيرة 5 أدوار. هذا بيت فرنسا، وهذا ملعبنا بعد ما مشيت فرنسا من هنا، صرنا نجلس إحنا في الطراوة هنا، ويجونا حقون البياعين حقون الجوال الجائلين، كنا نجلس أيام ما كان الراديو له قيمته. هنا كنا نلعب كورة، وهنا الأولاد الصغار يلعبوا هنا، والأولاد الكبار يلعبوا في برحة هانكي. هذه برحة هانكي، برحة هانكي شمال جنوب، جنوب شمال، وبرحة فرنسا غرب شرق، غرب شرق وشرق غرب. القنصلية الفرنسية على المدخل عبارة بعثة الحكومة الفرنسية، هذه بتكلم عن العبارة اللي مكتوبة هنا برضو على 1917. هذه جدة طبعا مشهورة كانت بالقنصليات، قنصليات إلى أن قررت الحكومة تنقل القنصليات كلها للرياض، وفقدت جدة رونقها والبنفيت اللي كانت تأخذها من السفارات والشغل المفتوح ده. هذا الكومنولث البريطاني، وهذا في الواجهة الشمالية، ما هو في الواجهة هذه، هذا في الواجهة الشمالية هناك قريب من هذا. راح في الهدد لفتح الشارع الجديد، وهو في ملكية آل ناظر، ملكية آل الناظر. هذا البيت القنصلية البريطانية في مدينة جدة، ما كان اسمها القنصلية البريطانية، كان اسمه الكومنولث. هذا البيت الجميل، هذا البيت الجميل حقيقة، راح في الهدف في هذا الشارع اللي يعملوا اللي عملوا فيه شارع الذهب زي ما قلنا، وهو كان في الواجهة، ويشوهوا وقصوا النص هذا منه وصل منه عشان يصير محاذي للمسجد حق فرج يسر، ما أدري. بعدين جلس فترة مكشوف كده. هذا البيت في ملكية الشيخ إبراهيم توفيق، والشيخ إبراهيم توفيق هو أول كاتب عدل في مدينة جدة في عهد الدولة السعودي،
كان محامي شاطر، وكان وكيل جدتي وفي فترة من الفترات. البيت الجميل هذا خلفيته في بيت زيه اسمه بيت الزاهر، يسموه مسمينه كان، لأنه كانت في شجرة كبيرة اسمها، أعتقد أنها دقن الباشا، كانت تخرج روائح جميلة جدا جدا. وهذاك البيت في ملكية آل هزازي. البيتين هذول كانوا تقريبا طبق الأصل، أو يمكن يكون هذا أكبر شوية. هذه الزاوية زاوية فرج يسر موجودة إلى الآن. هذه والله هي، هو ما بيتكلم هنا على البيوت ولا شيء، أنا عجزت أعرف البرحة هذه إيش حقيقة، ما عرفتها، إنما هم بيتكلموا على السقاية، وهذا أكيد في عام في 17، عام 1917، لأنه هذه العربيات اللي كانت أبو العجلات الخشب هي الرائجة، لسه ما جانا الكوتشيك اللي هو الكفرات المطاط اللي صارت في عهدنا إحنا في من طبعا من الستينات أو من الخمسينات. وهذه تثبتها انه كانوا عند الكنداسة يجي يوقفوا العربيات اللي زي هذه بالعجلات الكبيرة هذه، شايفين عجلات الخشب هذه اللي محطوط، هذه كانوا العثمانيين يسووها طبعا. هذه الصورة قديمة شوية في عام 1906 للحجاج اللي يوصلوا يشوفهم جايين، بس هذول على سفينة قيدهم، سفينة بخارية قبل ما يركبوا المعديات عشان يدخلوا مدينة جدة. هذه الصورة تحفة، هذه أول نسخة من البوابات أو البوابة القديمة لمدينة جدة اللي هي باب مكة. شوف كيف كانت، كان شكلها، شوف كيف بعدين صارت البوابة أبو ثلاثة وجات، باب مكة جدة، منطقة جدة الساحلية. هذا في عام 1906 صورة تلته، وموثقة، موثقة المملكة العربية السعودية. شوف بياعين الزنابيل، هذه كانت هي اللي الناس يسترزقوا بيها، كل واحد يشيل له زنبيل زي هذا ويدور به ويساعد الناس وياخذ يحصل نصيبه. هذه صورة برضو أنا عجزت أعرف مكانها، ما قدرت أعرف مكانها، صورة قديمة برضه، هذا في عام 1990 1890، ما عرفت مكانها. بس برضو زي ما قلت أنا فيها الرواشين القديمة اللي قلت لكم أنا من عام 1800، مختلفة جدا عن الرواشين اللي صارت في عام 1900. وده رواشين قديمة جدا، هذه من النوع القديم، شوف كيف كانت، ما أظن إنه في أحد قدر يكررها تاني. هذه شايفين نفس الحاجات القديمة هذه تهاوت وما حد قدر يضبطها. أعتقد هذا البيت ما أدري، يمكن يكون بيت البقسماطي اللي في حارة البحر أو حاجة زي كذا، أنا ماني متأكد منه لأنه ما في أي معلم قدامه واضح. هذا في عام 1928، يعني في عهد الدولة السعودية. ذاك الوقت كان الاقتصاد لسه سيء جدا جدا، وتهاوت كثير من البيوت وإصلاحها كان مكلف. هذه المنطقة سوق الندى جاية من الجنوب على الشمال. شوف في عهد، هذا أظن في عهد الدولة العثمانية 1917 الدولة، لا هذا في عهد الأشراف من عام 1910 إلى عام 1916 تقريبا، لا إلى عام 1926، من عام 1916. شوف هذا البيت حقنا، هذا بيتنا، البيت اللي أنا تولدت فيه. هذه المنطقة يقولوا لها حوش الكلاب دحين، فبعدها فرن الشيخ. هذا بيتنا، وهذا البيت اللي كان فيه الشيخ علي هلال الله يرحمه. وهذه الزاوية زاوية لؤلؤة، الآن أنا ما عجبتني حالها، زاوية لؤلؤة كانت جميلة من جوا، دحين صارت مرة موقعها صار سيء. وزرتها ولي ذكريات فيها كثير، كنا نصلي فيها دائما، نتنقل من مكان لمكان. هذه زاوية لؤلؤة أزيحت في الوقت اللي أنا كنت واعي. هذا سوق الندى طبعا من الشمال، من الجنوب إلى الشمال.
هذا المسجد ما يمكن دحين بيصلحوه، هذا مسجد عثمان بن عفان، وكان في بير مشهور يغرفوا منه، هو قريب من مسجد المعمار في المنطقة هذه، كمنطقة المظلوم. هذا مسجد هو عثمان بن عفان، عنده ملكيات خاصة به، أعتقد ماني داري هذا بيت مين، أعتقد إنه بيت البستاني ولا بيت مين، ماني متأكد يعني، الله أعلم، ما أدري، هل هو شبيه ببيت البستاني هنا، ولكنه ما أدري حتى هو ولا لا. هذا في عام 1916، يعني في عهد الأشراف. هذا البيت هذا هو باب مكة، بعد ما سووه 3 أقواس، بعد ما صار 3 أقواس. باب مكة من الخارج جدا في مقدمة الصورة، إحدى عربات النقل، لا زالت العربات بالخشب، بالعربيات الخشب، العجلات الخشب، عام 1916 عهد الأشراف. هو صحيح هذا الباب اتسوى في عهد واحد من الأشراف، اتجدد وصار له 3 فتحات. وهو على المعلومية هذا هو طريق الحج، هذا هو طريق الحج إلى مكة، طريق إلى مكة. هذا الكنداسة، طبعا الكنداسة القديمة، الملك عبد العزيز سوى واحدة جميلة، هذه بتقول عام 1935، لأن استمرت عام 35، بس الملك عبد العزيز سوى واحدة جميلة اللي هي الكنداسة 2. ولكن جاءت الحرب العالمية الثانية ونقص الحجر، الخشب، الفحم، فحم الكوك، فحم الكوك اللي هو الفحم الحجري، ناره قوية وما يخلف حاجات كتير وما يخرب. لما نقص الفحم اضطر الناس عشان يشربوا، صاروا يجيبوا الحطب ويحرقوه، والحطب هذا خرب المكاين وخرب وكانت دعوة للملك عبد العزيز انه يعني يستحدث مياه اخرى ويجيبها، فقرر انه يسوي العين العزيزية، واول مشروع سواه ناجح وعمله بن لادن، نفذه بن لادن وأشرفت عليه هندسيا وماديا شركة يقولوا لها إيجيليتي وهانكي، اللي هي أساسا شركة إنجليزية، كنا غلطانين فيها إنها شركة هولندية، ولكنها هي شركة إنجليزية، وهي اللبنة لإنشاء البنك السعودي البريطاني. أنها هي كانت تتعامل في بريطانيا، كانت تؤدي مصاريف الطلبة اللي كانوا في بلاد الإنجليز، تعطي لهم مصاريفهم 5 جنيه كل أسبوع. هذا طبعا الجمرك القديم، ما في لعب، عام 1945. وشوف اللانشات قيدها، صارت في لانشات بمواطير. هنا بعد الملك عبد العزيز في الأربعينات، لما بنى واحد كوبري كان موجود في ميناء جدة، هي هذا هو، كان بدائي أو ناش ضعيف أو استخدم أو ناشل أو ناش البواخر في ذاك الوقت، وأنا أعرف الكوبري هذا مظبوط، كنا ننزل تحت ونصيد السيجان من تحت الكوبري، وفي ناس كانت تسبح برضو هنا في المنطقة هذه، وصدقني لما يجي واحد بوت يبغى يوقف جنب الكوبري تحس زي كأنه صار زلزال، الكوبري يتحرك، أنا لحقته هذا، شوف الأرزاق واقفة تستنى، نزلت وما قدروا يكملوا، وكانت تعتمد على شيء للعمال، شوف سبحان الله. هذا طبعا حجاج داخلين على المحجر والكشف عليهم. هذا البيت برضو في حارتنا، في حارة الشام، وراح طبعا هو في توسعة شارع الملك عبد العزيز، من البيوت الجميلة وذكريات كتير. أول شيء هذا عبارة عن خان، يعني الخان يعني عبارة زي الفندق، فيه كل الخدمات، أكل وشرب وسكن وحمامات وترويش وعلى قولهم وغسيل وتنظيف وكل شيء. البيت كان في يعني في 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 وسط شارع الملك عبد العزيز، اللي كان لابد من إزالته عشان يصير الشارع وسيع زي كده. الصورة جاية من جنوب على شمال، ولو تشوف من الخلف هناك، اتكلمنا قبل كده عن أوتيل في المنطقة هذيك، كان اسمه أوتيل تيسير، في فترة من الفترات كان الأوتيلات هو في ملكية آل زينب، ترى المعلومية. البيت هذا، لا قصدي الفندق هذا، بيت جميل البغدادي، كنا نعرفه، لحقناه يعني يمكن 10 سنين من عمرنا بقيت وشفنا هذا البيت،
وبعدين شالوه من بيت البغدادي، بيت موسى بغدادي. سكنت في أرامكو، سكن في عبد الله فيلبي، سكنوا معظم الزوار اللي كانوا يجوا للمملكة العربية السعودية إلى جدة كانوا يسكنوا في الخان هذا، كان اسمه خان البغدادي. أعتقد إنه غلقنا الصور اللي في الملف هذا، إن شاء الله تكون عجبته بالشرح اللي قلناه، وهذا ما جادت به الذاكرة والحمد لله. وشكرا جزيلا لكم يعني لدعمنا، إن شاء الله راح هذا يعني لا تنسونا من اللايكات والاشتراكات، وتقرعوا الجرس عشان نذكركم بالحاجات الجديدة. أدعموا القناة هذه عشان تقدر تستمر، لأنه لو ما في لها مشاهدين حتتمسح الحاجات هذه وتفقدها مدينة جدة. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم طلال الأمهري.